في ظل الاهتمام الكبير بالحزام الأخضر، ظهر مجموعة من الشباب في حملة ازرع وطن، وأحد هؤلاء الشباب اليوم موجودين بالاستوديو الأستاذ ميثم ماجد، خبير في الخرائط الجغرافية. حياك الله أستاذ. أهلا وسهلا. أكيد اليوم أنت منورنا في صوت المستقبل، وأيضا تنويه لأعزائنا المشاهدين تقدرون تشوفون كل حلقاتنا على المواقع اللي تطلع دائما في أسفل الشاشة على السوشيال ميديا، وأيضا على موقعنا الخاص www.صوتالمستقبل.com. أستاذ ميثم، بالبداية عرفنا على ازرع وطن وهذه الحملة. طبعا احنا مجموعة من الشباب صار تواصلنا عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي. حلو. تحت عنوان ازرع شجرة تحت حملة، ضمن حملة ازرع وطن. زين. الحمد لله والشكر، طبعا لاقينا فت قبول من قبل يعني جميع الفئات الشعب. حلو. يعني انا بصراحة احنا تفاجئنا، يعني ما كنا متوقعين هذا. صح. هذا القبول من النساء، من الأطفال، من الرجال، من الكبار. تعرف احنا موضوعنا يعني يعني الجانب التوعوي ضروري بيه بسبب الـ يعني الظروف الدنمر بيها، يعني عدم الاستقرار، عدم الكذا، فشوية عندنا الوعي الثقافي بهذا الجانب قليل. فالحمد لله من انطلقت الحملة. طبعا هي اكو اسباب لانطلاق حملتنا. الاسباب هي عدة عوامل، اكو عوامل طبيعية وعوامل بشرية. العوامل الطبيعية احنا كنا نعرف ارتفاع درجات الحرارة، يعني قصدك لزيادة تصحر. بالضبط. العوامل الطبيعية اللي هي احنا يمكن يعني نلاحظها ونحس بها مباشرة، اللي هي ارتفاع درجات الحرارة، قلة الأمطار، كل هذا أثر على انحسار الغطاء النباتي. صح. وقلة. صح. الغطاء النباتي، تدهور الغطاء النباتي، إضافة إلى العوامل البشرية. العوامل البشرية تدخل بيها إحنا المصانع والمولدات، الغازات اللي تطلقها المصانع، المولدات، المركبات، هذا كله بالإضافة إلى قلة الوعي. تجاوز طبعا على الأراضي، طبعا قلة الوعي والزراعي صار هسه يقعدون فيه. بالضبط. يعني إحنا نسميه التطور العمراني على حساب الأراضي الزراعية. بالضبط. السلبي. يعني صار تجريف للبساتين، يمكن إحنا هذا الشيء يعني منتبه على حتى داخل المدن. هاي الأمور. إضافة إلى إحنا نسميه أكفد نقطة مهمة اللي صارت على الأراضي الغابات أو الأراضي الزراعية، اللي هو نسميه الرعي الجائر. الرعي الجائر يعني الرعي بغير أوقات الرعي. صح. بالإضافة إلى التحطيب، يعني المناطق اللي إحنا يعني محافظاتنا اللي بالمناطق الصحراوية قام يحطب، يعني بأي يعني ما يهتم، يعني يسميه إحنا انقطع جائر للأشجار. فهذا كله اثر الى تدهور الغطاء النباتي. زين، اليوم شلون كان تعاون وزاره الزراعه وياكم ويا حملتكم؟ والله بصراحه بدايه انطلاق الحمله، يعني من انطلقنا بدينا يعني ننطلق ببعض المناطق ننفذ زراعات بسيطه، المنتزهات، الاراضي الخاليه، المساحات الخاليه بدينا نتجه لها. والله يعني لاحظنا فد توجه من قبل وزارة الزراعة، بالإضافة إلى البلديات، الأمانة. ليش تسمع أنه أكو يطوفهم شتلات ويتبرعوا؟ بالضبط. طبعا هو صار عندنا عدة لقاءات ضمن يعني مع مدير عام دائرة المتنزهات، بالإضافة إلى مدير عام الوعي البلدي، بإضافة إلى وزير الزراعة يعني الرجل مشكور، دائرة البستنة، دائرة الغابات ومكافحة التصحر، كلهم تحياتنا لهم جميعا، طالوا شاكرين جهودهم. أنت اليوم مختص في الخرائط الجغرافية. نعم. أريدك تقول لي شنو تأثير التصحر على البيئة؟ والله هو التصحر تأثيره يعني يتجه بعدة جوانب. أولاً الجانب الاقتصادي اللي هو اقتصاد البلد. صح. لأن تعرف الأشجار هي يعني عملية يعني محاصيل إنتاجية، فتدهورها يؤدي إلى تدهور الاقتصاد. هاي من جانب. من جانب آخر الجانب البيئي، البيئي، التلوث البيئي. من الجانب المهم الأكثر هو الجانب الصحي. فنلاحظ احنا انتشار الاوبئه وانتشار الامراض، هذا كله بسبب يعني عدم وجود بيئه صحيه مناسبه للمعيشه. فلازم احنا نتجه باتجاه انه نصحح هذا الموضوع، نصحح هاي البيئه. من خلال الحزام الاخضر هو حل؟ الحزام الاخضر حل لهذه المشكله؟ طبعا الحزام الاخضر يعني انا يعني احنا عندنا المام بهذا الموضوع الحمد لله والشكر، يعني عن طريق انه هي لازم وزارات يعني طبعا ضخمه تتعاون بهذا الموضوع، تتعاون كله اللي أنا يعني حسب معلوماتي إنه وزارة النفط، وزارة الزراعة، وزارة الموارد المائية. صح. هاي كلها إنه تتعاون على مود، لأن الموضوع ضخم. ضخم. نعم. ضخم. إحنا هسه لو تلاحظ يعني من خلال إحنا شغلنا كخرائط من الجنوب إلى
شمال غرب العراق هاي كلها أراضي متصحرة، يعني البصرة، محافظة المثنى، النجف، الأنبار، صلاح الدين، هاي كلها محافظات تعاني من التدهور الشديد، يعني عبارة عن أراضي صحراوية. فلازم هذا الحزام الأخضر يحيط هاي المناطق على مديح ببغداد. هي هذه المناطق، يعني أنت مختص في هذا المجال، هل المناطق صالحة للزراعة؟ صحراء الأنبار مثلاً؟ إحنا عندنا فد يعني قواعد أو فد يعني إحنا نقولها تعاريف رئيسية، اللي هي الفرق بين التصحر والمتصحرة. شنو الفرق؟ الفرق الأراضي المتصحرة هي الأراضي التي تعرضت إلى تدهور شديد، الأراضي القاحلة وشبه القاحلة أو الجافة وشبه الرطبة التي تعرضت إلى تدهور شديد وأصبحت غير قادرة على الإنتاج. زين. اللي تصيبها تملح شديد، هذه ممكن معالجتها؟ هاي صعب معالجتها، لأن هاي طلعت هاي تقريبا يعني حسب المصادر الرسمية أنه بالعراق وصلت إلى 15% من مساحة العراق. زين. أما بالنسبة للأراضي الصحراوية، الأراضي الصحراوية تبلغ حسب المصادر الرسمية تبلغ ما يقارب 53% من مساحة العراق. هاي الأراضي الصحراوية معرضة للتدهور إلى أن تكون متصحرة. فلازم وبالتالي صار المجموع 68. ما يقارب 70% بالضبط من مساحة العراق. فإحنا لازم نحافظ على الأراضي. الأراضي الصحراوية في كل بلدان العالم متواجدة. بس هي تعريف. نقطة مهمة ونقطة أيضا خطيرة. اليوم شنو دور المواطن؟ دور المواطن للقضاء على حالات التصحر. دور المواطن بالقضاء على حالة التصحر، أنا الوعي جدا ضروري، الوعي من جانب عدم استخدام الرعي الجائر بغير أوقات الرعي، عدم التحطيب للأشجار اللي عمرها آلاف السنين، بالإضافة إلى عادة زراعة الأشجار. يعني إحنا هن سابقا كنا حتى بالمدارس، يعني من خلال مدارسنا ومن خلال منازلنا دائما يخلونا نزرع شجرة. حاليا يعني اتجاه التطور العمراني تقريبا دينهي هذا الموضوع. فاحنا لازم يعني يكون اكو تحرك من قبل المواطن انه يعيد من خلال بيته، من خلال مدارسنا، من خلال عملنا، من خلال وظائفنا، من خلال دوائرنا، نعيد الغطاء النباتي في بغداد. رسالتك توصل، واكيد شاكرين جهودكم، ونورتني جدا اليوم استاذ ميثم ماجد. شكرا جزيلا. شكرا جزيلا، وشكر خاص الى يعني قناتكم وكل القائمين على هذا العمل. تسلم. اعزائي المشاهدين، اليوم مسؤوليتنا كلنا اليوم، وتوقع على عاتقنا مسؤوليه اليوم القضاء على التصحر، خصوصا في ظل التجاوزات المستمره على القطاع الزراعيه. يعني مسؤوليتنا كلنا اليوم دعم حملة زراعة وطن والحملات حتى المماثلة، وأيضا نوجه رسالتنا إلى وزارة النفط والوزارات المعنية لدعم مشروع الحزام الأخضر. أعزائي المشاهدين، وصلت إليكم نهاية حلقتنا لهذا اليوم، انتظروني بالحلقات القادمة. في أمان الله.